طيب النهارده معانا بقى تقرير عن المصممه الشابه اللي فازت في النسخه الاولى من جوائز الموضه المصريه، مارينا عازر، واللي بيقدم الجائزه دي مجلس الازياء والتصميم المصري. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل حلقتنا ونبتدي موضوع حلقتنا، يعني ايه علاقه توكسيك سامه مؤذيه. كنت بعمل كروت مرسومه بالالوان الميه وكنت ببيعها في ستورز كبيره، وجيت في شهر 4 اللي فات قررت ان انا انزل ابيعهم بنفسي في الشارع، بس قررت ان انا وقتها لما انزل بيونيفورم معين يليق بالبراند ويليق بال او يعبر عن شغل الكروت اللي انا برسمه بالالوان الميه. فعملت جيبه مرسومه بالالوان الميه، وطبعا طبعتها على القماش عشان تكون ثابته، ومن خلال الشارع ونزول الشارع كان الناس انبهرت قوي بالجيبه دي وقد ايه جميله واحنا عايزين زيها، فقلت لا التجربه مش هتخسر. فعملت فعلا الكوليكشن الصيف في شهر 5 اللي فات ونزلت بيه، والحمد لله نال اعجاب الناس جدا. طبعا التصنيع فيه صعوبات كتير، اذا كان عيوب بتطلع في الشغل او تقفيل بيطلع غلط او حاجات كتير جدا بتقابلني، ببقى بحاول دايما انه لا هكمل، لا تمام، يعني لان مؤمنه ان كل حاجه ليها مشاكلها يعني بس وتحديات، فتمام يعني. طبعا ان انا عندي بيت واسره فطبيعي باثر فيها اوقات واثر في شغلي اوقات، بس الحمد لله الدعم من جوزي والدعم من اهلي ده ساعدني ان انا يعني اطلع الشغل وان انا اشتغل وان انا اوصل للمرحله دي. جوزي بيدعمني من ناحيه ان هو بيشيل الولد وقت ما اكون انا محتاجه اخلص مشاوير مهمه، انزل اسلم تسليمات معينه او ان انا استلم او ان انا اتابع شغلي، مقدر الوضع يعني لو انا قصرت شويه في البيت او قصرت كتير هو مقدر لانه شايف انا بعمل حاجه برضو مهمه وحلوه. طبعا دعم اهلي ان هم برضو اوقات كتير بقى ببقى محتاجه جوزي في المشاوير، فهم بقى اللي بيشيلوا يعني بالذات ماما تشيل ابني وتقعد معاه لحد ما انا اخلص المشاوير دي معاه وارجع لها تاني. الجديد انا اوريدي خلاص قدمته في المسابقه، لان هو كان في نفس الوقت اللي كانت فيه المسابقه هو كان نفس الوقت اللي انا بحضر فيه للسيزون الجديد اللي هو بتاع الصيف بتاع 2022. عملت فستانين وكاشميو وبنطلون، هو عموما الالوان البراند كلها بستوحاها من الطبيعه لانه انا بحب قوي الالوان في الطبيعه، اذا كان بحر، ورد، زرع، خضره.